بتعرفي تشتري دماغك؟ لا، مش من الناس اللي بعرف اشتري دماغي قوي، يعني باخد كل حاجه على قلبي قوي. لا، سهل اي حد ان هو يقدر يدخل جوه دماغك ويعرف بتفكري في ايه؟ لا، صعب صعب صعب. هنخش جوه دماغها وهنقدر نعمل نوع من التخاطر مع دماغها ونعرف ايه اللي بيدور في دماغها. هنعرف هل كل الكلام اللي قالته كان صحيح ولا ضحكت علينا ولا ايه بالظبط. انت حد ممكن يضحك عليك بذمتك؟ لا اكيد لا. انا نفسي اعمل انترفيو معايا على فكره، ومش مديني فرصه. وانا كمان نفسي هقعدك وهجيب كل الاسئله وهقعد اسالك بقى. حددي امتى وانا موافق. واحد من الناس، واحد بصي من انا الناس. عمري ما عملتها. انا عايز الاعداد بتاعك على فكره. اخد الاعداد بتاعك. انا موافق. موافق جدا. خلاص، تحدي استاذ عمرو بيتحداني دلوقتي ان انا هعمل معاه حوار وهقعدك هنا. أنا موافق. وانا هقعد هنا. حددي الوقت والزمان. وانا هقعد هنا وهقعد بقى ايه، وحط رجلي على رجل واجيب البتاع. يا هجيب لك الاعداد بتاعي يا جماعه. حلقه من واحد من الناس هتحاورني فيها نيلي كريم لاول مره في حياتي هقعد على كرسي مذيع في واحد من الناس. انا عايز اقول حاجه بس لازم اقطعك. انت دمك خفيف جدا، انت ليه مدينا وش الجد ده قوي؟ لسه كنا قاعدين بنضحك. حاضر يا نيلي. حاضر. عارف هعمل ايه؟ يلا هجيب لك عزام. تعالى يا عزام. ايه ده بجد؟ انا شفته معاك في البرنامج قبل كده وقابلته مره اتصورت معاه. ازيك يا عزام؟ ازيك؟ الحمد لله. انا عزام، انا برحب بيك جدا. وطبعا انت عارف ان نيلي كريم اكيد طبعا زي ما انت عارف هو طلع معايا قبل كده. هو أيوة شاطر. أيوة، ولما عرف انك انت موجوده النهارده قال لي انا عايز اجي لك بس مخصوص عشان حاجه واحده بس. اكيد طبعا. عشان يعني اقرا افكارها واعرف لك ايه اللي بيدور جواها. قلت له نيلي صادقه جدا، ما بتكذبش وما بتقلفش، ومش من النوع اللي بيفشخر او بيقول حاجه زياده او حاجه ناقصه. قال لي لا، برضو انا لو هاجي برضو هقول لك الحقيقه كلها اذا كانت صادقه ولا مش صادقه. قال لي يعني هو جهاز كشف الكذب النهارده. هتعمل ايه بقى؟ اعمل مع حضرتك كذا تريك كده. بص يلا وريني. انت هتلعبها ولا هتقرا افكارها؟ الاثنين. ما هو هيقرا افكاري عن طريق اللعب. ايوه بالله. اكيد يعني. طيب يلا خلينا نشوف مع بعض. بص، كل الكروت دي ارقام مختلفه زي ما حضرتك شايفه كده. تمام. هطلب من حضرتك تفنط الكروت دي كلها بحيث لو انا مرتبها اي ترتيب. ماشي، فنطتها. اتفقنا. وهطلب من حضرتك تلمسي اي كارت انت عايزاه. اي كارت انا عايزاه؟ شوفيه من غير ما اشوفه. ماشي، شفته. تمام؟ شفته. حضرتك اخترت الكارت ده مزاجك صح؟ يعني اللي طلع. اي مكان يعجبك في الورق من غير ما اشوف. امسك الورق كله. افنط الكروت زي ما انت عايزه من غير ما انا اشوف. افنط؟ ايوه. دلوقتي انا اعرف كارت حضرتك فين؟ لا. مره ثانيه كل الكروت مختلفه صح؟ صح. هطلب من حضرتك تقسم من اي مكان انت عايزه. انا؟ يس. انا مالي باللعبات. اقسم بس اي اسم بعد اذنك. يلا. اقسم. قسمت، اتفضل. حط الكروت هنا واقفل ايدك عليها كده. عد لثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. ارفع ايدك. خد الكارت اللي انت قسمته من عنده بس من غير ما حد يشوفه غيرك. اخترت الكارت ده بمزاجك صح؟ حضرتك اخترت الكارت بمزاجك. بص كل الورق اهو مختلف. تمام. قولي الكارت بتاعك كان رقم كام؟ انا اخترت 4 كارو. ورينا الكارت اللي معاك. اخترت ايه؟ 4 كارو احمر. 4 كارو احمر. خلينا نصعب الامور اكتر. نصعب ولا نسهل؟ نصعب. ماشي. هطلب من حضرتك مالكش دعوه موبايلي. تقول ستوب في اي مكان، مش هرجع عنده دلوقتي. قول ماشي. ستوب. نعم. ستوب. ستوب. يلا اجين. ستوب. خد الكارت. حضرتك المسي اي كارت انت عايزاه. اوكي، خديه من غير ما اشوفه. ماشي. وري الكارتين دول للكاميرا من غير ما انا ما اشوفهم. شايفين الكاميرا فين؟ فين انهي كاميرا؟ اهي. خلاص من غير ما انا ما اشوفه اهو. تمام؟ خلاص صورناهم. خلاص يا عزام. ماشي. اوكي، حط كارت حضرتك في اي مكان. حط كارت حضرتك في اي مكان. اوكي، فنط الكروت زي ما حضرتك عايز. دلوقتي انا اعرف كارت حضرتك فين او كارت حضرتك فين. لا. اتفقنا. بص، اعمل ايد حضرتك كده قربيها على قد ما تقدري. وحضرتك اعمل ايدك اي ايد في الاثنين. بص انا هحاول اطلع اي كارت في الاثنين، مثلا بتوقع ان هو الكارت بتاعك وكارت بتوقع ان هو الكارت بتاع حضرتك. صح ولا لا ما تقوليش. يعني انا بتوقع ان العشرة التريفل دي بتاعتك. هاخد العشرة التريفل دي زي ما هي واحطها على ايدك. اما حضرتك مثلا بتوقع ان الاربعه الهارت دي بتاعتك، هاخد الاربعه دي زي ما هي واحطها على ايدك. العشرة التريفل دي بتاعت حضرتك؟ لا اكيد. ولا طب الاربعه؟
لا طبعا. طب بص، عشان الكروت دي تبقى صح لازم اعمل كده. لازم اعمل ازاي؟ 1 2 3 بوم اوبن. ذكرت بتاعي. الاحلى من كده انت اخترت الكروت دي بطريقه عشوائيه صح؟ ان انا كنت متوقع ان انت هتختار الكروت دي. مش متوقع ازاي يعني؟ مش عارفك يعني. خلينا نشوف. شوفنا إيه؟ البنك اللي حضرتك مش مش, مش كان كارت ده مش ده كان عاكي بايدك؟ لا كان في ايدي. طب ايه اللي جابه بايدي؟ معرفش. لو شفنا المج اللي حضرتك بتشربه فيه من ساعتها واحد من الناس ولو لفينا كده تلاقي مكتوب واحد هارت صح. ولو شفنا المج اللي حضرتك بتشرب منه واحد من الناس نلاقي مكتوب 10 تريفل. حضرتك شفتها؟ يخرب بيتك انت كتبتها امتى دي؟ و10 تريفل من المجات اللي انت بتشربها من ساعتها. هو في حد خد المجات دي؟ احنا مش موجود؟ لا انا بسال، في حد خد المجات دي؟ لا استاذ المصورين ما حدش خدها. انا كتبتها ازاي كده؟ انا لسه جاي دلوقتي. هو لسه جاي. بسم الله الرحمن الرحيم. طب خد خد امسك ال10 تريفل بتاعتك. شكرا. ده كاتب على البتاع. هارت 10. بس انا معايا كارت دلوقتي بيسموه كارت التوقع بتاع عزام، ده علامه استفهام وعليه اسمي عزام. خلي الكارت ده هنا طول الوقت. ماشي. اوكي. كل الكروت دي مختلفه. هقول لحضرتك المسي اي كارت انت عايزاه او قول ستوب في المكان اللي انت عايزاه. المس اي كارت. قول ستوب. اوكي. قول ستوب. ستوب. اوكي خديه من غير ما اشوف ولا عايزه كارت غيره؟ اللي انت عايزه. اللي انت عايزاه. لا تمام اتفضل. وريه الكاميرا من غير ما انا اشوفه. اوكي حط الكارت ده في اي مكان يعجب حضرتك. اتفقنا. كارت حضرتك فين دلوقتي؟ هو في حته. اقفلي بايدك الاثنين عليه. ينفع اخد كارتك من هنا؟ ينفع تاخد كارتك من هنا؟ لا ما ينفعش. طب بص ياخده كده حطه هنا. ايه ده؟ لسه زي ما هو صح؟ طب بص هعمل كده. 1 2. بسم الله. يبقى السبع هارت اللي حضرتك. ايه ده؟ صح. ايه ده؟ طب فين الكارت اللي انا الكارت اتحول على ده؟ مش اتحول عندك يا استاذ ياسر في الكادر؟ ده اتحول في الكادر. ده متصور كده. ايه؟ والله انا تعبت معايا نيلي والله. هقول لحضرتك اعملي ايدك كده بعد اذنك. إن لا 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 كده اسمرس معايا كده. اول ما اقول لك غمض عينك هتغمض عينك. ماشي. واقول لك تفكري في حاجه فتقولي لي عليها. الكروت دي لونها ايه؟ ازرق. بصي اعملي صباعك كده غمض عينك فكري في لون. فكرتي افتحي عينك. لون ايه؟ احمر. بصي كده 1 2 3 لوك. ايه ده؟ كل الكروت اتحول لونها للون الاحمر. يا حمرا فعلا؟ دي حمرا. دي كانت زرقاء دلوقتي. نفتح الكروت الثانيه كلها كروت عاديه. ايه ده؟ دي خدت بالك ان اللي تحولهم من ازرق لاحمر؟ شكلها كده. ده غريبه قوي اللعبه دي. بس تعالى بقى نصعب الامور ونعمل تريكات ثانيه خالص. هطلب من حضرتك تكتب اي رقم يخطر على بالك، اي عدد مهما كان اكتبه هنا بعد اذنك. اي رقم؟ اي رقم. حضرتك اعملي صباعك كده. انت عندك رقم من 1 لـ 10 كويس ولا من 1 لـ 100؟ من 1 لـ 1000. خليها من 1 لـ 100. من 1 لـ 1000. من 1 لـ 10000. من 1 لـ 10000. من 1 لـ 1,000,000. اللي انت عايزه. من 1 لأي رقم في العالم تتخيليه. اول ما المس صباعك فكري في اي رقم انت عايزاه بس ما تبدايش غير لما يخلص كتابه. ماشي. خلص المس. انا خلاص. اوكي غمض عينك فكري في اي رقم تشوفيه قدامك دلوقتي. اول ما تحسي ان انت شفت رقم قولي لي. ضل. كان حضرتك كتبت. خلي الورقه في ايدك كده بعد اذنك. الورقه في ايدي. انا مش هشوف. مش ببص اهو. قولي الرقم اللي هو اختاره كام. 18. ورينا الرقم. بصي كده بعد اذنك 18.
انت ده 18 مش عارفه انا من 18 وانت عشان عيد ميلادي 18 انا كده 18 انت كتبت 18 اشمعنى 18 عشان قلت عيد يعني قال لي اي رقم فاخترت يوم